الحقوقي المتحدث باسم مجلس الوزراء. اهلا بحضرتك معانا يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. أنا عايزة في البداية يعني آخد توضيح من حضرتك، وطبعا ده وفقا لما قاله دولة رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تعبير اقتصاد حرب، لأن الحقيقة ده أثار جدل كثير والناس فهمته غلط، والنهاردة تم توضيحه بشكل مبسط وعلمي. في الحقيقة فندم السيد رئيس مجلس الوزراء أوضح، وكما سبقنا ذكرنا سابقا أنه المقصود بمصطلح حرب أو ما كان يعنيه السيد رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن هو أنه في ظل التطورات الحالية التي تشهدها المنطقة وما قد يحدث في بعض السيناريوهات من مزيد من التصعيد، هذا الأمر قد يؤدي إلى بعض التداعيات طبعا الاقتصادية على كافة الدول المنطقة ومنها مصر. صحيح. وبالتالي فإنه من واجب الدولة، بالفعل لديها بعض السيناريوهات التي تم وضعها والتي سيتم تطبيقها لا قدر الله في حالة حدوث أي تداعيات من الأحداث الجارية في المنطقة، وإنه هذه السيناريوهات أو بتتضمن توفير أولا احتياجات الأساسية للمواطنين، ثانيا العمل على تجنب أي تداعيات سلبية على الاستقرار الاقتصادي وعلى الخطط الموضوعة لتحقيق معدلات النمو قدر الإمكان طبعا. صحيح. في أي ظروف من هذا القبيل. صحيح. طب خلينا بقى نتكلم مع حضرتك عن أهم الملفات الرئيسية اللي ركز عليها النهاردة أو ركزت عليها النهاردة الحكومة في اجتماعها. يمكن طبعا من الملفات الهامة اللي ركزت عليها الحكومة هي طبعا يعني متابعة عدد من القرارات التي تم إصدارها من قبل الحكومة، ومنها القرارات طبعا بتكون معنية بدعم بعض القطاعات والعمل على الموافقة على بعض المشاريع أو بعض الاتفاقيات اللي بيتم إبرامها مع عدد من الدول الأخرى، منها على سبيل المثال تخصيص بعض القرارات، تخصيص بعض الأراضي لعمل مشروعات على مستوى المحافظات، وكان اليوم منها كان لدينا تخصيص لعدد ثلاث أفدنة في محافظة بني سويف لإقامة مستشفى لخدمة المواطنين. هناك بعض القرارات أخرى المتعلقة بإنشاء بعض الجامعات التكنولوجية في محافظتي الفيوم وأسيوط، وكذلك كان هناك بعض الموافقات التي صدرت من المجلس لتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بصندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية. وكذلك يعني الاجتماع شهد استعراض لتقرير أداء الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، فكانت هناك العديد من القرارات. لكن طبعا كما ذكرت حضرتك انه كان في مؤتمر صحفي هام عقب اجتماع مجلس الوزراء، واشار له السيد رئيس مجلس الوزراء ومعالي السيده الدكتوره وزيره التخطيط والتنميه الاقتصاديه والتعاون الدولي، اشارت الى عدد من القضايا المهمه. السيد رئيس مجلس الوزراء اشار الى على سبيل المثال إلى جهود الدولة في مجال تحسين الوضع الاقتصادي، وأشار تحديدا للتقرير الإيجابي الصادر عن مؤسسة جولدمان ساكس في آخر سبتمبر، وأشار أيضا إلى جهود الدولة في دعم قطاع السياحة وعلى رأسها التشغيل التجريبي للمتحف المصري الكبير. معالي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أشارت خلال المؤتمر الصحفي إلى عدد مهم من المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بمعدل نمو الاقتصاد المصري، وأشارت لأبرز المؤشرات المتعلقة بعدد من القطاعات الأساسية، وأكدت على الجهود اللي بتعملها الحكومة أو بتقوم بها الحكومة لدعم القطاع الخاص وحوكمة الانفاق الاستثماري. السيدة وزيرة التخطيط أيضا أشارت في جزء من العرض الخاص بها للإصلاحات الهيكلية. صحيح. في مختلف القطاعات والوزارات المختلفة، وأشارت إلى أنه
كيف سيؤدي هذا الإصلاح أو الإصلاحات الهيكلية لمزيد من تحسين مناخ الاستثمار ودعم الاقتصاد المصري وتعزيز جاذبية المناخ الاستثماري في مصر ودعم معدلات النمو الاقتصادي. صحيح. النهاردة كانت رسائل دولة رئيس مجلس الوزراء هي رسائل الحقيقة طمأنة للمواطنين وان ما فيش داعي للقلق، وده يخليني اتكلم فيما يخص ان اكيد الحكومة عندها خطة لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي للسلع في ظل الظروف اللي حضرتك اشرت عليها او حتى يعني او اللي كلنا بنعرفها وبتمر بيها المنطقة. يعني طبعا ده كان جزء اساسي من التوضيح اللي ذكره اليوم السيد رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر الصحفي، يعني سيتؤكد على ان الدوله في بتراعي كافه التطورات الجاريه في المنطقه وتاخذها في الحسبان، وجزء اساسي من تحركات الدوله هي توفير مخزون استراتيجي من السلع الاساسيه للمواطنين. وانا هنا اقدر ان انا يعني احيل سيادتك لي العديد من البيانات الصادره عن وزاره التموين والتجاره الداخليه. معالي السيد وزير التموين والتجاره الداخليه اشار في اكثر من مناسبه لقيام الدوله بتوفير المخزون الاستراتيجي من السلع الاساسيه، وبالفعل نجحت وزاره التموين في تامين هذا الجانب الهام خاصه في السلع الاساسيه، وبالتالي لا يوجد اي قلق من هذا الأمر، بل على العكس يعني بنعمل على توفير احتياجات الأساسية للمواطنين أخذا فيها الاعتبار أن الدولة لديها يعني خبرة أو مرت بظروف مماثلة مرينا بها جميعا خلال أزمة فيروس كورونا، وبالتالي بنعمل على تجنب حدوثها مرة أخرى، وفي خاصة في حالة انقطاع سلاسل الانتاج او سلاسل التوريد. صحيح. للاسواق التي تقوم بالتصدير الى مصر. انا بشكر حضرتك جدا معالي المستشار محمد الحموصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا يا فندم.